يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند كالعادة. حلقات مهمة وتفاصيل كتير جدا هنتطرق ليها على مدار فقرات الحلقة المختلفة، سواء على الصعيد العالمي، وأكيد النهاردة في ماتشات مهمة للغاية في مختلف الدوريات، أبرزها طبعا الكلاسيكو الأسباني ما بين ريال مدريد وبرشلونة، المباراة اللي بتلعب في هذه اللحظات، ومباريات أخرى كمان في الدوري الإنجليزي، وأهمها مباراة مانشستر سيتي وليفربول، وإن شاء الله نجمنا المصري محمد صلاح يكون موفق في هذه المباراة، وهي الفرصة الأخيرة لليفربول في حالة الرغبة في العودة للمنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي، لأن لسه بدري بالمناسبة على البطولة، ورغم تصريح يورجن كلوب بأن ليفربول خارج سباق المنافسة، لكن تبقى الفرص قائمة في حالة الفوز النهاردة على مانشستر سيتي في المباراة اللي هتبتدي بعد 30 دقيقة بالظبط من دلوقتي. كمان عندنا أخبار على الصعيد المحلي، وقبل كل ده والأهم بالنسبة لنا كلنا آخر أخبار وتطورات بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي هنتكلم فيها، وخصوصا بعد التأهل رسميا لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-0 في مجموع المباريتين. كمان عندنا تفاصيل هنتطرق ليها على مدار الحلقة، لكن الأهم بالنسبة لنا تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة اليوم، ورأيكم في أداء الأهلي بالأمس في مباراة الاتحاد المنستيري اللي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-0، رأيكم إيه؟ هناخد تفاعلكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد بعد تواصلكم معانا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام. لكن البداية دايما بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق واصل الاستعداد لبداية الدوري، وكمان بيرسي تاو يشارك في التدريبات الجماعية، وأخيرا مباريات قوية في الدوريات الأوروبية. الدوريات الأوروبية مباريات كتير جدا في الحقيقة غاية في الأهمية. خلينا نبتدي بالدوري الإنجليزي الأكثر إثارة بكل تأكيد. النهاردة في عدد من المباريات، 4 ماتشات ابتدوا الساعة 3 ومباراة واحدة هتبتدي الساعة 5:30. الماتشات اللي اتلعبت الساعة 3 كانت ما بين أستون فيلا وتشيلسي، تشيلسي فاز خارج ملعبه بهدفي ماونت على أستون فيلا اللي في الحقيقة الموسم السنة دي بالنسبة له سيء للغاية. اما المباراه اللي لسه مستمره رغم ان هي كانت من المفترض ان هي تبتدي الساعه 3، وانا هتكلم على المباراه دي شويه قبل ما اكمل مباريات اليوم، وهي مباراه ليدز يونايتد مع ارسنال. الماتش اللي كان من المفترض ان هو يبتدي الساعه 3 اتلعب بالظبط منه 69 ثانيه، وبعد كده يعني التواصل ما بين الحكام اللي بيديروا المباراه دي التواصل قطع خالص، والحكم الساحه ما كانش سامع الحكام الاخرين، فالمباراه توقفت حوالي قد ايه يا جماعه؟ حوالي حاجه و20 دقيقه او 40 دقيقه كمان، واللاعبين دخلوا الغرف الملابس. وكمان ارتيتا، لو نقدر نعرض الصور لو ينفع دلوقتي، ارتيتا كان ادى محاضره واستغل الفرصه للاعبي ارسنال من خلال يعني لمبه صغيره كده قدر ان هو ينور بيها عشان يقدر يشوف اللاعبي ويقدر يديهم بعض يعني التعليمات المهمه قبل عوده لانطلاق هذا اللقاء اللي عاد في الدقيقه 40 بالتحديد، وابتدوا المباراه يعتبر من الاول بعد 69 ثانيه. فدي المباراة لسه مستمرة حتى الآن، وأعتقد دلوقتي هما في الدقيقة 65. أنتوا عرضتوا الصور ولا ماشي؟ في كل الأحوال أرسنال متقدم 1-0 بهدف لبوكايو ساكا. أهي الصورة أهي، بعد ما دخلوا لاعبي أرسنال مع أرتيتا في غرف خلع الملابس وغرفة أرسنال، وكان ماسك زي لمبة كده وبيشرح وبيدي تعليمات للاعبي فريقه، واكيد يعني حدث غريب شويه في الدوري الانجليزي، لكن بتحصل. الجميل في الموضوع ان القرارات يا جماعه بتتاخد بسرعه، يعني الحكم لقى ان السماعات مش شغاله قال له خلاص يا جماعه احنا هنوقف الماتش، مش السماعات مش شغاله فنكمل الماتش عادي والدنيا تمشي بقى، وممكن يجي جون او ممكن يبقى فيه مشكله او ممكن يبقى فيه اوفسايد او عايز يرجع للفار مش عارف ايه، النور قطع اصلا كمان، فكان ممكن حكام تانيين يجسفوا يقول لك نلعب يا عم والدنيا هتمشي، لكن هناك مفيش هزار، وصاحب القرار الاول والاخير هو حكم اللقاء، ما بيستنى يرجع لاتحاد كوره ولا يرجع للجنه حكام ولا يرجع لاي حد، هو شايف الصح بيعمله، ما فيش اي مشكله خالص. فحاجه تحسب برضو للحكام في هذه المباراه اللي استأنفت ومستمره، اعتقد دلوقتي في الدقيقه 67 وتقدم مازال لارسنال بهدف مقابل لا شيء احرزه بوكايو ساكا من اسيست لاوديجارد. طيب دي مباراه ليدز وارسنال على ملعب ليدز يونايتد، لكن ايضا في مباراه اخرى ابتدت الساعه 3
وانتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف، وهي مباراه مانشستر يونايتد مع نيوكاسل في الاولد ترافورد. نيوكاسل بادين بدايه اكثر من رائعه، تعادل سلبي على ملعب صعب، مع من المفترض يعني استفاقه لمانشستر يونايتد، لكن التعادل كان نتيجه هذه المباراه بدون اهداف. كمان مباراه اخرى انتهت ما بين ساوثهامبتون وايست هام يونايتد، وتعادل ايجابي بنتيجه 1-1. اما المباراه المنتظره وهي مباراه ليفربول ومانشستر سيتي بعد 25 دقيقه من دلوقتي بالتحديد، مباراه مهمه جدا في الانفيلد. هنشوف ايه اللي هيحصل. طب بمناسبه مباراه ليفربول ومانشستر سيتي، خليني بقى اقول لحضراتكم تشكيل المباراه دي، لان اكيد الكل بيترقبها بشكل كبير جدا، سواء بقى الناس اللي عايزه تشوف هالاند هيتابع المباراه ولا او هيقدر ان هو يحرز، هيتابع ايه ده، هيلعب، هيقدر يحرز اهداف ولا لا. وفي المقابل محمد صلاح هيستغل الاستفاقه اللي حصلت في مباراه رينجرز في دوري ابطال اوروبا وفوز ليفربول بنتيجه 7-1، وصلاح احرز 3 اهداف هاتريك في 6 دقائق و12 ثانية. دي تشكيلة ليفربول قدام حضراتكم. في حراسة المرمى أليسون، في خط الدفاع ميلنر كظهير أيمن، وروبرتسون كظهير أيسر، واثنين كمساكين جو جوميز وفيرجيل فان دايك، الدفاع اللي دايما عليه علامات استفهام كتيرة جدا الموسم ده بالتحديد. في نص الملعب تياجو ألكانتارا، فابينو وهيرفي إليوت، وفي الهجوم كل من جوتا وروبرت فيرمينو المتألق جدا هذا الموسم، وأيضا نجمنا العالمي محمد صلاح، يا رب يكون موفق النهاردة. أما تشكيلة مانشستر سيتي هتكون معاكم أهي. في حراسة المرمى إدرسون كالعادة، في خط الدفاع كانسيلو المميز، بس المرة دي بيلعب باك رايت، خلي بالك لأن أغلب الأوقات كانسيلو بيلعب كظهير أيسر. النهاردة الظهير الأيسر مين؟ أكي طبعا هو اللي هيكون موجود، والمساكين روبن دياز وأكانجي، وفي نص الملعب جوندوجان، رودري وكيفن دي بروين، وأيضا في الخط الأمامي برناردو سيلفا، فيل فودن وإيرلينج ألاند. هل هيهدف ألاند ويواصل المسيرة الرائعة في إحراز الأهداف بعد وصول 15 هدف حتى الآن بعد 9 جولات لعبهم بس في بطولة الدوري الإنجليزي؟ ده اللي هنشوفه خلال هذه المباراة. طيب خليني أروح معاكم لأهم مباريات الدوري الإسباني النهاردة. اتلعبت مباراة سيلتا فيجو وريال سوسيداد، سيلتا فيجو فازوا بنتيجة 2-1. المباراة الأهم اللي بتتلعب في هذه اللحظات أو الشوطها الأول انتهى بتقدم ريال مدريد على برشلونة 2-0. أحرز الأهداف كريم بنزيما في الدقيقة 12 بعد تمريرة أكثر من رائعة لتوني كروس أو من توني كروس لفينيسيوس جونيور، اللي يعني انفرد بالمرمى، تصدى تير تشيجن، الكرة رجعت لبنزيما اللي حطها في المرمى بشكل مميز، وبعد كده هدف اخر لفالفيردي في الدقيقه 35. وريال مدريد افضل بكتير، ويعني الواحد طبعا مبسوط بسبب ريال مدريد. ممكن يعني زملائي الاعزاء بالتحديد كريم صلاح قاعد في الاستوديو دلوقتي او قاعد في الكنترول هيتجنن بصراحه، وبيشجع برشلونه بشكل كبير جدا، واغلبيه الناس بصراحه تشجع برشلونه مش عارف ليه، لكن طبعا ريال مدريد بيقترب من انتصار في هذا اللقاء. كمان من ضمن المباريات اسبانيول مع بلد الوليد وريال بيتيس مع الميريا، دي مباريات الدوري الاسباني. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هيكون عندنا حديث مهم جدا جدا عن النادي الاهلي، وبالتحديد مباراه الامس الاهلي والاتحاد المنستيري، وكمان المرحله المقبله اللي هامه جدا بالنسبه للفريق. استنونا بعد الفاصل، هي تفاصيل مهمه جدا هنتكلم عنها. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. مباراه كانت مهمه جدا امبارح ما بين الاهلي والاتحاد المنستيري، اياب دور 32 بطوله دوري ابطال افريقيا. الاهلي يعني ادى مباراه بشكل اكثر من رائع بشخصيه مهمه جدا وكنا مفتقدينها بالنسبه للفريق على مدار فترات قليله جدا فاتت، بالتحديد في نهايه الموسم الماضي. والاكثر حاجه بسطة الواحد بصراحه ان هو شايف جزء كبير قوي قوي من شخصيه الاهلي بترجع في الملعب، تفرض اسلوب لعبك، بتقدر ان انت تحرز اهداف بشكل جيد، 3 اهداف عدد كويس جدا قدام فرقه محترمه زي فريق الاتحاد المنستيري. مش عايز اقلل خالص من انتصار النادي الاهلي ولا ندي فرصه لاي حد انه يقلل من انتصار النادي الاهلي، لان فرقه الاتحاد المنستيري فعلا فرقه قويه، لكن انت بشخصيتك وباسلوب لعبك وبطريقه اداره المباراه من كولر وباداء اللاعبين وجاهزيتهم البدنيه كمان قبل الفنيه، قدرت ان انت تفوز في الماتشين بشكل مميز جدا وباداء مقنع للغايه. مجموع الماتشين الاهلي اقنع جماهيره بشكل كبير جدا، الاهلي طمن جماهيره بشكل واضح قوي، دور جمهور الاهلي كمان امبارح في الملعب يعني ما ينفعش ما نتكلمش عنه، لان جمهور الاهلي دايما هو
بيبقى العنصر اللي بيرجح كفتك ايا كانت المباراه قدام مين، منتهى الحماس، منتهى التشجيع المميز جدا ومؤازره اللاعبين بشكل رائع. وانا بشوف ان دور جمهور الاهلي على مدار الموسم ككل خلال البطولات المختلفه هيكون هو اللي بيرجح الكفه بشكل كبير قوي في الفوز بمختلف الالقاب وعوده البطولات بالنسبه للنادي الاهلي اللي افتقدها الفريق في الموسم الماضي. لكن اللاعبين كلهم ادوا بشكل كويس، على الشهيد بطاهر محمد طاهر اللي عمل هدفين، صنع هدفين بشكل جيد جدا وبقى متخصص كور ثابته واضح جدا من خلال الماتشين اتلعبوا لحد دلوقتي، وواضح ان في قناعه كبيره قوي من كولر بطاهر. وكمان احمد عبد القادر اللي افتتح اهداف الاهلي في الدقيقه 15 وسهل المباراه بشكل كبير جدا على الفرقه بمهارات وقدرات خاصه للغايه. وانا بتصور وبتوقع ان كولر هيكون يعني الشخص اللي هيخلي احمد عبد القادر ده واحد يعني بامكانيات عظيمه جدا. هو عنده امكانيات ممتازه بس توظيفها هيكون ازاي؟ المدرب هو اللي هيقدر يساعد احمد عبد القادر على التطور، متوقع كده بشكل كبير. فاحمد عبد القادر برده من نجوم المباراه، علي معلول مميز جدا، عبد المنعم كالعاده متولي ما شاء الله، الواحد كان مفتقد جدا يشوف متولي في الملعب بالاداء المميز ده. اكرم طبعا مش محتاج ان احنا نتكلم عنه ما شاء الله، برده لسه راجع من صليبي 90 دقيقه في حاجه و70 دقيقه امبارح باداء ممتاز وبقوه باصرار وبروح معتاده على اكرم توفيق. مش عايز انسى حد لكن الفرقه كلها كانت مميزه. محمد شريف بس محتاج ان هو يشيل الضغوط من عليه بشكل او باخر، حاسس ان هو مضغوط زياده عن اللزوم، عايز يثبت نفسه. انت مش محتاج تثبت نفسك يا شريف، انت لعيب كبير جدا وهداف وفي قناعه كبيره قوي قوي من الجهاز الفني ومن جمهور الاهلي كده كده، فشيل الضغوط من عليك ان شاء الله تبقى موفق خلال الفتره اللي جايه. اكتر من فرصه كده ما قدرش ان هو يتصرف فيها بشكل كويس. ولازم نحط في الاعتبار ان محمد شريف لسه راجع من اصابه برده، اصابه كانت قليله وكانت طويله وعضله ضمه، موضوع بيبقى رخم شويه لكن بنثق جدا في محمد شريف، شادي حسين اللي لاعب. والاهم من كل ده ان احنا اطمننا على ان الاهلي عنده فرقه متكامله. برضو احنا لسه عند كلامنا ناقص عنصر اتنين وان شاء الله يضافوا في شهر يناير على الصعيد الاجنبي بالتحديد، لكن في نفس الوقت انت عندك دكه كانت تقيله قوي امبارح، السولية كان على الدكه، قفشه كان على الدكه، شادي حسين على الدكه، حسام حسن موجود على الدكه، مين تاني نزل يا جماعه؟ حسين الشحات، لا في لعيبه تقيله قوي على دكه النادي الاهلي، وده اللي يمكن كنا احنا بنتطرق ليه اثناء الفتره بتاعت الصفقات والتعاقدات. كنا مقتنعين ان الاهلي طبعا محتاج تدعيمات، دعم بثلاث مراكز، ان شاء الله باذن الله يكمل تدعيماته في شهر يناير، ده امر شبه مؤكد باذن الله تعالى، عشان تبقى قائمتك متكامله بالشكل المطلوب في ظل المنافسه الشرسه على كل الالقاب سواء المحليه او القاريه. فده بخصوص مباراه الامس، صفحه واتقفلت، وصلنا لدور ال 16 دور المجموعات بالتحديد للبطوله المهمه جدا بالنسبه لجماهير الاهلي، ومنتظرين ان شاء الله الفوز بهذا اللقب. لكن على الصعيد المحلي وبدايه مهمه ان شاء الله باذن الله لبطوله الدوري اللي افتقدها النادي الاهلي السنتين اللي فاتوا مع فريق قوي ومحترم زي فريق الاسماعيلي، ومباراه كلاسيكيه في الحقيقه. فريق الاسماعيلي من الفرق المميزه اللي عندهم دلوقتي جهاز فني مميز للغايه وعنده خبرات كبيره جدا سواء في الدوري المصري او حتى في افريقيا، وهو جاريدو المدرب الاسبق للنادي الاهلي اللي فاز مع الفريق بالكونفدراليه الافريقيه، ومدرب بشخصيه كويسه جدا وهيفرق مع الاسماعيلي اتوقع كده. وفي نفس الوقت الاسماعيلي جايب صفقات ممتازه، فبرضو بداية صعبة بالنسبة للنادي الأهلي زي ما كانت على الصعيد الأفريقي أيضا بداية صعبة على الصعيد المحلي. مهم جدا أن احنا نبتدي نركز خلاص في المباراة اللي جاية، لأن الأهلي المرحلة اللي جاية بالنسبة له مرحلة غاية في الأهمية. ليه؟ عندك الإسماعيلي في أسوان ماتش صعب جدا على استاد الأهلي والسلام، في إيه؟ ها في الزمالك في السوبر، عندك الإسماعيلي يوم الأربع، أسوان يوم الحد، الزمالك يوم الجمعة، ثلاث ماتشات مهمين يكملوا انطلاقه الاهلي الجيده لحد دلوقتي للموسم. تكسب الثلاث ماتشات دول تبقى انطلاقه ممتازه واكثر من رائعه بالنسبه للفرقه، تدي دافع ممتاز للفتره اللي جايه ان شاء الله وللموسم المليء بالتحديات الصعبه. فالاهلي فعلا خلاص طوى صفحه الاتحاد المنصري وابتدى يستعد النهارده من خلال تدريبات صباحيه كما هو المعتاد في عهد كولر، تدريبات مهمه بعضها كان استشفاء للعناصر اللي شاركت امبارح، وفي المقابل تدريبات بدنية قوية وفنية للعناصر اللي ما كانش ليها دور أو حتى اللي لعبوا لعدد دقايق قليلة. ودي لقطات طبعا حضراتكم شايفينها دلوقتي من
التدريبات الصباحيه بالنسبه للفرقه. وفي الاول طبعا كان في محاضره من مارسيل كولر، او يعني زي اجتماع كده مع اللاعبين، الحديث عن المباراه اللي فاتت، وكمان الحديث على المرحله الهامه المقبله، وبالتحديد مباراه الاسماعيلي وكيفيه تخطي هذه العقبه وكيفيه التحضير ليها على كل المستويات. النهارده كان في فقرات فنيه وتكتيكيه في التقسيمه كمان ركز عليها بشكل كبير كولر، بخلاف تدريبات حراس المرمى مع ميشيل يانكون، محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى شوبير، وكانت تدريبات مكثفه جدا في الحقيقه. لكن خبر سعيد، وهو سعيد للغايه كمان، مش مجرد خبر وخلاص، هو عوده بيرسي تاو للمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل كامل لأول مرة من فترة طويلة بعد ما اتصاب في نهاية الموسم الماضي مع سواريش. وعودة بيرسي تاو مش خبر ينفع يتعدى كده وخلاص، لا، أو يتقال مجرد الخبر، لا، ده لعيب تقيل قوي، لعيب مهم جدا، من أفضل اللاعبين في أفريقيا، مش بنبالغ، لاعب بإمكانيات فريدة، لعيب مؤثر جدا في حالة جاهزيته الفنية والبدنية. لو في لقطات يا جماعة بيرسي تاو يا ريت تجيبوها، في حالة جاهزيته الفنية والبدنية هيفرق بشكل كبير قوي مع النادي الاهلي باذن الله تعالى. انا عاجبني اصرار اللاعب نفسه على ان هو يفرض او ان هو يثبت لجمهور الاهلي انه لعيب كبير ويستحق التواجد في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت اهتمام الجهاز الفني باللاعب، وده امر مؤكد. فان شاء الله باذن الله، هل هيكون ليه دور في الماتشات اللي جايه؟ ده قرار كولر احنا كلنا بنحترمه، لكن في حاله تواجد بيرسي تاو في الماتشين اللي جايين فاكيد ده يعني بدايه لتجهيزه لمباراه السوبر المهمه جدا قدام نادي كبير ومحترم زي نادي الزمالك. فبالتالي خبر عوده بيرسي تاو حاجه مهمه واضافه قويه لقائمه الاهلي في المرحله الهامه جدا المقبله. نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى للفرقه بشكل كامل ان شاء الله باذن الله التوفيق في المرحله الصعبه دي بالجهاز الفني، وعندنا ثقه كبيره جدا فيكم يا رجاله، ونستغل الانطلاقه المميزه في بدايه الموسم من خلال مباراتي الاتحاد المنستيري، سواء على صعيد الاداء او حتى على صعيد النتيجه. الفريق هيواصل استعداداته خلال اليومين الجايين عشان يلعب الماتش يوم الاربعاء باذن الله مع الاسماعيلي. لحد دلوقتي مش عارفين المباراه فين بشكل رسمي، بس الاسماعيلي طلب ان المباراه تتلعب، ودي تصريحات لرئيسه، ان المباراه تتلعب على استاد الكليه الحربيه. هننتظر الاخر قرار الجهات الامنيه. طيب، ده بيان النادي الاسماعيلي اللي ناشد فيه وزاره الداخليه باقامه مباراته امام الاهلي بالكليه الحربيه. هي المباراه اللي جايه دي يا جماعه بتاعت الاهلي ولا الاسماعيلي؟ عشان نبقى عارفين برضه، بتاعت الاسماعيلي. فده الاسماعيلي هم اللي طالبين برضه، عشان دي جزئيه مهمه، عشان ما يجيش حد يجي يقول لك ايه، طب ما لو في موافقه يعني من وزاره الداخليه، ما فيش حد يقول لك ايه، اصل ماتش اتلعب، في ماتش اتلعب في القاهره والتاني برج العرب، فين تكافئ الفرص، والاهلي ما بيروحش اسماعيليه، النغمه اللي احنا بقى لنا 10 سنين بنسمعها دي. فادي بيان من النادي الاسماعيلي بتصريحات كمان كانت مصوره الرئيس. فهنشوف ايه الامور هتستقر على ايه، والقرار النهائي ده طبعا يتعلق بالجهات الامنيه، ولهم كل التقدير والاحترام. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا نشوف ترند الاهلي وايه اللي اتكتب على النادي في السوشيال ميديا، وبالتحديد نبتدي بالحساب الرسمي لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، واللي بيشكر الجمهور على دعمهم في المباراة، سواء الجماهير اللي كانت موجودة في الاستاد أو حتى الجماهير اللي تابعت المباراة من البيوت. وكمان بيقول شكرا لفريقه وكل أعضاء الجهاز الفني، من الآن تركيز كامل على المباراة القادمة. يعني دي أو ده تعليق من مارسيل كولر بعد مباراة اللي أمس. أنا عاجبني جدا شخصية الراجل بصراحة، مش كتير الكلام يعني، مش كل شوية كاتب تعليق ولا حاجة، لما الأمر بيستدعي بس يعني. فدي حاجة مناسبة جدا يعني أسلوب النادي الأهلي. طيب، خلينا كمان نروح لحساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه على تويتر، واللي بيتكلموا عن النادي الاهلي وبيقولوا ان الفريق المصري يتاهل الى دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا للمره الثامنه على التوالي. رقم مش غريب عن النادي الاهلي، يعني نادي القرن في افريقيا ومعتاد او متمرس بشكل كبير جدا في البطولات الافريقيه. يلا كوره، وحسابهم على تويتر، وبيقولوا ان الاهلي سيكون في التصنيف الاول لقرعه مجموعات دوري ابطال افريقيا، والزمالك في التصنيف الثاني. في كل الاحوال الزمالك في التصنيف الثاني، حتى لو لم يوفق الوداد في الفوز والتاهل، لان الوداد لو خرج وحصلت مفاجاه، يعني هو بطل البطوله، هيبقى على حسابه فريق صن داونز في التصنيف الاول وليس نادي الزمالك. فبالتالي من الوارد جدا، من الوارد حسب القرعه يعني، ان الاهلي والزمالك يقعوا في مجموعه واحده، والقرعه في الغالب هتكون في الشهر المقبل، لسه ما تحددلاش موعد نهائي.
لكن في كل الأحوال الأهلي متواجد في التصنيف الأول والزمالك في التصنيف الثاني، رغم أن الزمالك بطل الدوري السنة اللي فاتت. طيب خلينا نروح لسبورت 360 وحسابهم على تويتر. أرقام حمدي فتحي في مباراة الاتحاد المنستيري، متألق ما شاء الله عليه حمدي فتحي وعقلية احترافية ممتازة. قال لك إيه؟ سجل هدفين، استخلص الكورة 20 مرة، التسديدات 3 مرات، نسبة 89%، ودي نسبة كبيرة قوي، دقة التمرير، و100% التمريرات أو دقة التمريرات الطويلة لحمدي فتحي، واحد من أبرز نجوم النادي الأهلي وأبرز لاعب وأفضل لاعب كمركز 6 في مصر في الحقيقة. حتى لو قارنت بأي حد، بأي حد واحد مركز 6 بيجيده بشكل كويس جدا، استغربت ان في بعض يعني الناس اللي لعبوا كوره قبل كده قال لك ما بيعرفش يباصي تحت ضغط، مش عارف يعني، عمري ما شفتها من حمدي فتحي بصراحه يعني، ممكن كوره او اتنين بس ده طبيعي، لكن في كل الاحوال لعيب مهم قوي، بيقدر كمان يكمل وبيلعب بدماغه بشكل ممتاز، فما شاء الله عليه، ان شاء الله نتمنى له الاستمراريه وربنا يحميه من الاصابات هو وزملائه. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، والوطن الرياضي وحسام على فيسبوك بيتكلموا على ان كولر يبدا مشوار الاهلي المحلي بثلاث مباريات قويه، طبعا مباريات قويه للغايه، الاسماعيلي ده ماتش يعني مش سهل خالص طبعا، مباراه تاريخيه ومواجهات دايما بتبقى منتهى النديه والاثاره، وفي نفس الوقت بعديها ماتش اسوان، ماتش صعب جدا جدا، وبعدين هتلاعب الزمالك في السوبر. انا بشوف ان المرحله دي من اهم مراحل الاهلي خصوصا في الموسم، يعني خصوصا ان هي في البدايه، في بدايه الموسم، فان انت تبتدي بدايه قويه زي دي من خلال نتائج ومن خلال كمان حجم المنافسات، فمهم قوي ان انت تكون ان شاء الله الاهلي هيكون قد البدايه، بس ان شاء الله ان انت تحقق اهدافك منها من خلال الفوز، ثلاث ماتشات جايين مهم قوي ان انت تكسب فيهم ان شاء الله عشان تديك دفعه ما بعدها دفعه يعني لهذا الموسم. نروح لخبر اخر، وده خبر طبعا اللي علقنا عليه، وكوره بلس هنا بيتكلموا على جانب اخر بيتعلق بالصحافه في جنوب افريقيا، وبيقولوا ان في تقرير قالت التفاصيل الماليه لعقد بيرسي تاو مع النادي الاهلي، وبالتحديد هناك موقع سبورتس بريف قال ان بيرسي تاو يحصل على راتب شهري يقدر ب 1.5 مليون او 1.5 مليون راند، ما يعادل تقريبا 82,000 دولار شهريا. والتقرير ده أشار إلى أن بيرسي تاو يعد أعلى لاعب يحصل على أجرا من اللاعبين في جنوب إفريقيا، ويبلغ إجمالي ثروته الحالية 3 مليون دولار ما شاء الله، أي بالعملة المحلية 55 مليون راند جنوب إفريقي، لذلك يعتبر لاعب الأهلي أحد أهم لاعبي كرة القدم في بلده، والله مش في بلده بس، ده في مصر وفي أفريقيا، وأنا عندي ثقة كبيرة قوي في بيرسي تاو بصراحة، يعني أنا من الناس اللي مقتنعة قناعة تامة ببيرسي تاو، إن شاء الله يكون جاهز فنيا وبدنيا ويضيف الإضافة المرجوة منه طبقا لإمكانياته الكبيرة مع النادي الأهلي في الموسم الجديد. طيب تعالوا نروح لكورة 11 وحسابهم على تويتر، في أول مواجهة لكولر وفيريرا وجها لوجه، 9 غيابات تهدد الأهلي والزمالك في قمة السوبر المصري، أنا أحب قوي التقرير اللي زي دي بصراحة يعني. قال لك ايه؟ قال لك في بعض الغيابات اللي مؤكد ان هم مش هيكونوا موجودين. رقم واحد نبيل عماد دونجا اللي هو لاعب نادي الزمالك الجديد القادم من بيراميدز، وخصوصا ان هو اجرى جراحه الغضروف فده مؤكد مش هيكون موجود. كمان عمار حمدي اللي لسه ما جهزش بعد يعني تعافيه من اصابه الرباط الصليبي فايضا مؤكد مش هيكون موجود. هنا بيقولوا ربما يغيب محمود كهربا عن هذه المواجهه، خلينا ننتظر ونشوف، لسه المباراه يوم 28. اما بخصوص سداسي المنتخب الاولمبي، وانا بعتقد ان هنا هيكون في مشكله بالتحديد في الجزئيه اللي زي دي. المنتخب الاولمبي عنده مباريات في تصفيات امم افريقيا تمام تحت 23 سنه، امتى؟ يوم 23 ويوم 28 ماتشين. ففي سداسي 3 في الزمالك و3 في الاهلي مهددين بالغياب عن مباراه القمه، مين بقى هم؟ تعالى كده، في نادي الزمالك الثلاثه اللي هيغيبوا حسام عبد المجيد، ده ركيزه اساسيه في دفاع نادي الزمالك. هل الناس يعني هيعلقوا على حاجه زي كده ولا لا؟ برضو خلينا نشوف. محمد طارق برضو موجود، وسيد عبد الله نيمار اللي هو برضو من احد ابرز لاعبي نادي الزمالك، كلهم اكيد ضمن حسابات ميكالي المدرب بتاع منتخبنا الاولمبي. في المقابل في النادي الاهلي عنده مصطفى سعد القادم والوافد الجديد من سيراميكا، وعنده محمد اشرف احد اللاعبين اللي اكيد بيكونوا بدلاء لعلي معلول، ومحمد مغربي في خط الدفاع. هل
هيبقى في تنسيق ما بين الاهلي والزمالك مع المنتخب الاولمبي، او الناديين هيوافقوا على ان السداسي يكونوا موجودين مع المنتخب الاولمبي؟ خلينا ننتظر ونشوف، بس اعتقد ان الموضوع ده يعني هياخد كلام كتير خلال الفتره اللي جايه. ده بخصوص التسع لاعبين المهددين بالغياب عن مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك. طيب خلينا نروح لخبر اخر واخير بالتحديد في ترند الاهلي ورسالة أوجستي بوش مدير الفني لسلة الأهلي بعد الهزيمة بالأمس يعني قدام فريق الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية اللي كان حامل لقبها النادي الأهلي. والأهلي يمكن في الحقيقة أدى بطولة أكثر من رائعة هناك في الكويت في ظل تواجد غفير جدا لجماهير النادي الأهلي ومساهمات من رجال الأعمال اللي لازم نوجه لهم كل التحية والتقدير في شراء عدد كبير من تذاكر النادي الأهلي وتوزيعها على الجماهير بعد زيادة سعرها لحوالي 20 درهم، يعني ما يقارب من 1200 جنيه مصري أو 20 دينار، أنا آسف، دينار ولا درهم؟ دينار تقريبا. المهم في كل الدينار في كل الاحوال الاهلي ما كانش موفق في المباراه دي، اضعنا الفوز، لكن في نفس الوقت كان يعني في تحامل تحكيمي بشكل صعب جدا في الحقيقه وملحوظ، لكن مش نهايه المشوار. عندنا ثقه كبيره جدا في التطور اللي حصل لفرقه السله في النادي الاهلي، في المدرب الكوتش المميز جدا جدا أوجستي بوش، وايضا في التدعيمات اللي جت وابرزها طبعا والتر هوج اللاعب المميز جدا والمحترف في صفوف النادي الاهلي بخلاف العناصر الموجوده. ودي او المباراه دي درس بالنسبه للفرقه اللي تبقى مرشحه بكل تاكيد لكل البطولات اللي هتنافس عليها في الموسم الجديد. اتمنى كمان فرقه اليد تكون على نفس غرار فريق كره السله، وبالتحديد بعد التعاقد مع ديفيد ديفيز المدرب الاسباني الشهير ان شاء الله هيكون اضافه لفرقه كره اليد. واكيد رساله كانت مهمه كمان من أوجستي بوش اللي قال هنعود اقوى باذن الله، وبكل تاكيد ان شاء الله يكونوا موفقين. فاصل ولا ايه؟ فاصل، هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل بعض الاخبار المحليه. استنوا، اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نشوف الجانب المحلي واهم وابرز الاخبار، ونبتدي بميكالي المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي اللي كان عنده اجتماع النهارده، وده طبعا من خلال الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم، وقال ان في اجتماع النهارده ما بين ميكالي واعضاء الجهاز المساعد ليه في المنتخب الاولمبي استعدادا لمواجهه اسواتيني في مباراتي يوم 23 و30 من الشهر الجاري استعدادا للتصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه. نروح لخبر اخر، وكورا 11 بيتكلموا على ان على خطى البريمير ليج رابطه الانديه تكشف عن جوائز جديده في الدوري المصري للموسم الجديد. قالوا ايه بقى؟ قالوا ان الاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه قال تصريحات على لسانه، يعني بالفعل سيكون هناك جوائز في كل جولة لأفضل لاعب، وهي حاجة كويسة والله العظيم، نتمنى إن احنا دايما نقلد الحلو في الدوريات الأوروبية، مفيش أي مشكلة خالص يعني. وأضاف سيتم اختيار لاعب الشهر وغيرها من الجوائز مثل الدوريات العالمية، كما نعمل على تطوير شكل درع الدوري في الموسم الجديد. هو مطلوب قوي بصراحة تطوير شكل درع الدوري، لأن يعني من زمان قوي نفس الشكل هو يعني. وعشان نواكب يعني الأشكال الجديدة وما فيهاش أي مشكلة يعني. فنتمنى لهم التوفيق، انا بشوف بصراحه الرابطه بتعمل مجهود كويس للغايه يعني. طيب خلينا نروح لخبر اخير في الترند المحلي، وده حساب يلا كوره على فيسبوك. اجتماع اللجنه المنظمه لبطوله شمال افريقيا المؤهله لكاس الامم للشباب اجتمعت اليوم الاحد اللجنه المنظمه للتصفيات المؤهله لامم افريقيا الشباب تحت 20 سنه، عشان طبعا احنا عارفين ان هي هتنظم في الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل. وقبل ما ننتظر نشوف البطولة هتنجح، لا هي هتنجح، احنا دايما ما شاء الله علينا في التنظيم حاجة مميزة جدا، خصوصا ان احنا عندنا البنية التحتية المناسبة للغاية، وعندنا يعني العامل البشري والتنظيم بشكل جيد في الحقيقة. فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق. نروح لفاصل، بعد الفاصل الترند العالمي، ونشوف كمان تطورات مباراة الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة، وكمان مباراة المهمة جدا ما بين مانشستر سيتي وليفربول بعد الفاصل. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مرة تانية. يعني اخر التطورات في اهم مباراتين النهاردة سواء الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة، دلوقتي في الدقيقة 74 وما زال تقدم ريال مدريد
بنتيجه 2-0، هدفين احرزهم كريم بنزيما وفالفيردي. وبصراحه في سيطره كامله لريال مدريد على المباراه. قبل ثواني من دلوقتي كان في ضربه جزاء مشكوك في صحتها، ما اتحسبتش كده كده يعني، لكن طالب لاعبي برشلونه بضربه جزاء لصالح ليفاندوسكي، لكن الحكم بالتواصل فقط على مع الفار من غير ما حتى يروح يبص على اللعبه اقروا ان الكره ما فيهاش ضربه جزاء لصالح ليفاندوسكي. وحتى الآن في الدقيقة 75 التقدم لريال مدريد. على الصعيد الآخر وفي الدوري الإنجليزي ما زال التعادل سلبي ما بين ليفربول صاحب الملعب ومانشستر سيتي في المباراة اللي وصلت للدقيقة 18 واللي يعني بتشهد مشاركة محمد صلاح طبعا بشكل أساسي، ده أمر طبيعي جدا نجمنا المصري رغم أنه في مباراة دوري أبطال أوروبا شارك كبديل، بس ده كان نوع من أنواع إراحته وتجهيزه لمباراة مانشستر سيتي بكل تأكيد. وفي نفس الدوري انتهت مباراة أرسنال مع ليدز يونايتد منذ قليل بفوز أرسنال بنتيجة 1-0 بهدف لبوكايو ساكا اللاعب المميز، هو الجناح الأيمن لأرسنال. في مباراة بالمناسبة ضاع فيها ضربة جزاء بالنسبة لفريق ليدز يونايتد أهدرها بينفورد، شاتها بره المرمى تماما يعني. فدي آخر التطورات بخصوص مختلف المباريات. خليني أقول لكم خبر بس بتاع نجمنا المصري مصطفى محمد اللي محترف في نانت الفرنسي، واللي النهارده قدر ان هو يفوز مع فريقه بنتيجه 4-1. احرز مصطفى محمد هدف من ضمن الاربعه، ويعني يمكن شد شويه مع احد زملائه بخصوص ضربه جزاء كان بيرغب في تسديدها، لكن في كل الاحوال ده خبر من حساب نانت الفرنسي الرسمي على تويتر، واللي اعلنوا ان مصطفى محمد هو لاعب الشهر في الفريق، ودي حاجه تحسب لنجمنا المصري. نتمنى له يا رب كل التوفيق. سريعا قبل ما اختم اخد تفاعلات حضراتكم معانا ورايكم في اداء الاهلي بالامس، ونبتدي بمهند واللي قال اداء متميز ومش عايزين ننسى ان احنا لسه في البدايه طبعا مش ناسيين يا محمد أو مهند عفوا. أشرف يوسف قال مساء الفل عليك يا أمير، مساء الفل عليك يا أشرف. الأداء أمس كان أجمل حاجة بصراحة، وبالتوفيق في اللي جاي إن شاء الله، إن شاء الله نكون موفقين. نروح كمان لعاصم فتحي اللي قال الأداء عالي وينقصنا فقط تظبيط الدفاع وتلاشي أخطاء التمرير بنص الملعب وزيادة الكرات العرضية من الأطراف ومتابعة الكرة الثانية. اللي راجع من الشناوي يلعب أو الشناوي يلعب من لمسة بلاش شغل إجوان. اجوان بيراميدز ده وربنا يوفقك. انا مش عارف طب انت عاجبك ايه في الماتش، طب انت بتقول ينقصنا كل ده، لكن في كل الاحوال طبعا رايه احترم من عصام فتحي. ماشي، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم، لان القادم دايما هو الاهم بعد بدايه رائعه للموسم. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.